نموذج استثنائي تشكله العلاقات الإماراتية البحرينية، تستند فيه إلى روابط الأخوة الراسخة تستحضرها احتفالات اليوم الوطني 52 لمملكة البحرين، والذي يصادف يومي 16 و17 من ديسمبر من كل عام. تمتد جذور العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين الإمارات والبحرين إلى قرون طويلة، بناها وعززها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهما، وواصل نهجهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، إذ تم عقد 12 لقاءً وقمة بين قادة البلدين خلال العام الجاري فقط، بينها 9 قمم ولقاءات في دولة الإمارات. أما اقتصادياً، فوصلت التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من 2023 إلى 11.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، وبنمو 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وارتفع مستوى التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال 2022 إلى ما يتجاوز 26 مليار درهم بنمو 8% مقارنة مع 2021. وجاءت البحرين في المرتبة 23 بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في عام 2022.